السلام يقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعطى. هذا سجع أو ليس كذلك؟ سجع. ويقول أعوذ بك من الحور بعد الكور، أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك، أسألك أعوذ بك من قلب لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن هم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. كل هذا من السجع. لكنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. معروف الحديث في باب الجنايات. لما نوصل إن شاء الله الله يسلم، ما تقولناش هنا بمطاوي وسكاكين. صحيح باب الجنايات كله دماء، ما هو جنايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، حاجة بياض، عبد أو أمة يعتق يشترى فيها أو يدفع لصاحب الحق، ما يعطيه يدفع لصاحب الحق، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورث مالها بنيها ومن وإخوانها أظن نسيت اللفظ. فقام رجل اسمه نابغة ابن مالك ابن حمل الهزلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. شوف الكلام سجع. كيف أغرم؟ كيف أضمن جنين لا هو أكل شرب ولا أكل ولا نطق ولا حتى استهل صارخا بالولادة فمثل ذلك يطل، يعني يهدر دمه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تنسوا إن هذا من إخوان الكهان لسجعه الذي سجع. فكان هذا الحديث فيه دلالة على ذم السجع، فكيف يذم وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث هذا الحديث. قال أهل العلم إنما يذم من السجع ما كان متكلفا أو اشتمل على أكل مال بالباطل، لأن هذا الحديث فيه أكل مال بالباطل، يقول أسقط عني هذا يطلع أن يهضر مع أنه من الصحابة، لكن هكذا قال لعله في أول الإسلام، لعله لم يستقر إيمان في قلبه ونحو ذلك من المعنى.